وشعارنا هو ادخل سخن، وادخل سخن، خول اخويا للدواء. السلام عليكم، كي دايرين الرياس؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان؟ صحيح على باس؟ احنا رجعنا تاني لمدينة الوالدية مسقط الرأس ديالنا. تحية للمشاهدين والمشاهدات. المهم دوزنا واحد شي وقية زوين داز في مدينة الداخلة، الحمد لله داز الحوت مزيان اللهم بارك. احنا رجعنا تاني للصيد ديال سيدي داود، خاص السيد فينا هو، احنا غنصيدو هنا في هاد الاماكن هادو. السبيعة واجدت معايا تاني. بالنسبة للموتور، الاخوان اللي كيسولو واش الموتور خدام، تم خدام مزيان، وكاين اللي يهز لك موتور واخا شوية الثمن غالي باش تهزو، ماشي مشكل، ما كيتراوح ما بين 200 حتى 300 درهم باش تهز الموتور، ولكن هذا الشيء اللي كاين الاخوان. تحية لكم. المهم اليوم راه غنصيدو عاوتاني بالعكريش بجنيبة، واخا بقى شوية هاز غنقيسو. أول نهار غنصيدو اليوم، سارحنا شوية الحمد لله، وحنا نتكلم على الله. إذا من جديد معلومات أخرين إن شاء الله تقواس. تحية لكم، وديما شعارنا أدخل سخن. إن شاء الله نتكلم على الله في هاد الخطيطات هنا على مولانا. الله يجيب اسمنا حلوة بنينة، دعوا معنا، الله يسهل عليكم تتوما، والله يسهل لجميع المسلمين. تحية للجميع، يلا انتظروا، لكن شي تقواس الطعم هو بجنيبة هي فينا هي، انتظروا لكن شي تقواس ان شاء الله. وانا مأكد من غيكون ان شاء الله الحوت، حيت كاين شوية البحر هاز وكاين شوية الرمل والمزرق. يلا نتكلوا على بسم الله. صاحب منزل جاي، هذا راه المنازل جاي. وي 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 عم المنازل جاي. يا شكون هذا؟ هذا رومي، هذا شرقو رومي، من فرنسا تصرف. ايه وصرات بس مرداش. ايه الزخنون، تبارك الله الرحمن، تبارك الله الرحمن. بوز 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 بوز. ايه ديش ريغو الزر روميون هذا، كنقول له احنا ابو البرادة، وعدو اسم اخر ما عطوش شنو. انت كان كيضرب في راسه من يتشد مرضاش، ترى قوال بيه، لكن لقد لقدتك ايوه ابو البرادة. كانت طعمها هي عبارة عن بجنيبة، بجنيبة صراط واس تبع هذه يعت النسيبة، ما هذا لا شعيبة لا موالي لا جلالي لا غتسولوني غتقول لي واش كاين شي حوت في الصحراء اكثر من هنا؟ حتى قربوا لهنايا الاخوان. بوز 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 عندو القنار هذا. تحيه الاخوان. بالنسبة للحوت في الصحراء المغربية كثر من هنا مضوبلة على 20 مرة. تصمتوا مزيان، تخيلوا الكلمة اللي كنقولها 20 مرة. راه لقيتي هنا كيلو، تما غتلقى 20. هذا هو الكلام اللي كنقول انا واثق منه، اللي قال شي حاجة بسم الله. يلا تحية للمشاهدين. ومن هاد الكريتي الا شعيبه
يلا زيد 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 باش ترغوا مني كيشربوا شي شويه الماء تحل لي فمو صافي فيه ولي ديالك دابا هذا صافي هذا برد خاصكوني تبارك الله الرحمن تبارك الله الرحمن تبارك الله الرحمن والخيرات هذه في البلاد كما انت من حوت كاين تانس هي 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 القوالبي بوز بوز مشاهدين بوز زيد زيد يلا بوز 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 يقول لي ماش عيبه جا راه فرحان هو قداش عدو اليوم حتى انا جيت جيت عدو غنسخنو وما كاين عصرة لطاس اي 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 تاتشي كامل كاين وانا بارك لي اي 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 تا الخير هذا تا الخير وش ماشي الخير هذا بارك عليك بارك عليك بارك حيدو لك الدرس الله ما بغى تحيد لي الدرس بوز 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 لا تخن لا تخن لا تخن يلا المشاهدين حوت راه كاين ها هو ولكن مو جنيبة ديري واكل باب زيد 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 لا خاصنا نمشيو ليلين دابا صافي وانت كيتقلب باغي توصل في عيلو زاد في عيلية يلا زين اوبلا شكون يطلعك بحالك وقول لي شكون يطلعك بحالك وشكون يتهلا فيك شكون يلا وريني انا راه عندي لاجر معاك ما انت شكون يوكلك ويجيب لك بوجنيبة ما عنديش لاجر انا درك شكون وكلك يلا وريني شكون وكلك هاما كاع زادو وخلوك بوحدك هنا هيدا انا وياه ييب ديش ريضو زون شفتي مارا اللي ضارب معاك المهم الاخوان تحية لكم تحية المشاهدين خير موجود اللهم بارك وزيد في ذلك لا بوس لي مشاهدين بوس هذا راه شرغو وخا طويل راه شرغو راه ماشي 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 وراغ او حتى شي من وراغ ماشي هي سميتها كنسا المهم تنفكرها ونقولها لك هذا شراغي هذا شتي شوف انت هذا شال واحد حجر مني تكع الحجر ولا يجر راه باش يقطع راه معلم راه تعود راه معلم اخويا راه معلم حتى راه معلم اخويا راه معلم مني مشى في راسه تكى على واحد حيط ولا يجر بجد قال لك زعما باغي نقطع ترى طبيبة ترى معلمة هي 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 ريحه هلا بسم الله بان عليك لامان هذا الله يرضي عليك الله يرضي عليك بحقكم بحقكم انا خدامين معاك نقولش ما خداميش معاك
ليه؟ صاحب الكاميرا ما خدامه ساعه خدامه. بوز لي المشاهدين ديالي الصناره فين دخلت مسيكين. واش انا معليفك ولا لا؟ قول الحقيقه معليفك ولا لا؟ ها هو غيقول عليكم. قول لي معليفيا انت سي قال لكم معليفيا مسيكين انت. ما طعموه عطيني ونوكلني ودير معايا الخير. دير معايا الخير هنا. واش انا نخلي البرد حشومه عليا من جهه الله. يلا بوز 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 ادخل سخن. الخيرات يلا راه لحظات حسينا ديال اليوم يا الاخوان اللهم بارك حرام الرياح. انا دابا جيت الباسك نقولها في تيسا كنصيف فيها الحوت ديما ما كاين خير اللهم بارك. فيديو الاول مورا الداخله تحيه الاخوان ديما شعارنا خصوصا ان شاء الله غيكون تقنيات الزراب غيكون حتى الصيد الحلامه وغتكون حتى تصيد على الدرع ان شاء الله في عزيز نتظروا فيديوهات جداد. سلامة. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.